أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم. ضيوفي النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير. أهلا وسهلا فيك دكتور. الصحفي سيمون أبو فاضل ناشر موقع الكلمة. تحية للدكتور للمشاهدين. شكرا دكتور قاسم. بارح دكتور سمير جعجع يقول لن نقبل بمنح رئيس مجلس النواب صلاحيات ليست له وبأن يمر كل استحقاق به حكما. هذا رأي الرئيس بري يتعاطى من ضمن صلاحياته، ولا ما منتظر حدا ليمنحه هاي الصلاحيات. هاي الصلاحيات لقاله وفق نظام ديمقراطي البرلماني، واللي طبعا أصبح واضح ومعروف للجميع. اليوم ما في شيء استثنائي خارج ما هو معروف، إلا بما طبعا بيأمن مصلحة البلد بمنطق التوافق والتفاهم اللي هو محكومين في نتيجة تركيبة هذا البلد لا أكثر ولا أقل. وإلا الرئيس بري ما منتظر حدا يمنحه الصلاحيات فوق صلاحياته واستثنائيات صلاحياته، هي اللي عم يمارسها من أكثر من 30 سنة لليوم بالمجلس النيابي، وهذا حقه الطبيعي بأن يترأس ما يكون في المجلس النيابي وفيما هو متداول اليوم بموضوع التشاور. حتى ما بنبلش انه والله بلشوا تقبلوا بالتشاور، لكن هو التشاور نحن عندنا في يعني المفردات العربيه واسعه واللغه العربيه واسعه، وهذا اللي قال له اياه الرئيس بري امبارح للودريان. الحوار والتشاور والتوافق والتواصل هو واحد، بس الحوار انا والانا الحوار. لا، التشاور ما بيبعد عن الحوار ابدا يعني، وكان في اكثر من لقاء تشاوري ووصل، واكثر اخر جلسه للمجلس النيابي جلسه التوصيل الإلزامية للحكومة بما يخص النزوح السوري، كان في لقاء تشاوري على طاولة مثل هذه الطاولة، أنا كنت حاضر على هذا اللقاء، وهذا لقاء تشاوري سمي بالإعلام حتى. أستاذ سيمو، كلام الدكتور سمير جعجع عن لن نمنح صلاحيات إضافية للرئيس نبيه بري، هل الرئيس بري يتخطى صلاحياته؟ مش كل استحقاق يجب أن يمر. أستاذ فادي، يعني في تعليق على كلامك بالأول وفي جواب. أنت قلت بمعرض الكلام عن يعني ما أعلن الدكتور سمير جعجع، قلت لا إله بس، ما قلت إلا الله. تقول لك ليش؟ أولاً هو قال سمير جعجع، أنا بحكي كمراقب، إنه نحن ما رح نعطيه صلاحية زيادة، إذا في انتقاص أو حرص على صلاحياته نحن حريصين، بمعنى إنه ما لقيصر لقيصر، ما لله لله. طيب، أنا عم بحكي بالعام لحظة. أوكي. أنا كمراقب حقي أعطي رأيي الشخصي ببلد من النوع، وأنا كمواطن الحوار ضروري وحاجة، وصار سابقا، وصار برئاسة الرئيس نبيه بري، وصار بحضور الدكتور جعجع وكافة القوى، وصار في تفاهمات وأنتجت رئاسات، ومن ثم في إجماع تقدير خارجي على دور الدكتور رئيس نبيه بري كمحاور. أنا سمعها وقلت على الطاولة هون، كان موجود أحد نواب التيار الأوروبية اللبنانية، إنه حتى أحد السفراء الخليجيين أشاد بدور رئيس بري، هو الحوار موجود أحد أعضاء الأوروبية اللبنانية. إلا أنه عندما نوصل الموضوع لهذا الدرجة ويتشدد سمير جعجع بعدم إجراء حوار بوقت هو معني بموضوع رئاسي من موقعه، أنا عم بحكي بموقعه السياسي والنيابي، معناتها في نقطة يجب على أحد الفرقاء أن يسعى إلى حلها بهذا الموضوع. هذا النقطة الأساسية بالسؤال. يعني هون الرئيس بري اللي هو عليه أنه يلاقي الحل ويخدم هذا السؤال. أنا بدي أخذ محلك هون وأقوله للدكتور، أنه عندما يقول سمير جعجع أنه ما للرئيس بري للرئيس بري، عندما مبدأ الحوار هو حاجة، وعندما يكون سمير جعجع شارك قبل بحوار، وعندما يرفض بهذه الحدة الحوار، معناتها في نقطة خفية لازم يكون أقل شيء الدكتور هو يعرف شو هو هي النقطة الخفية. طبعا يعني لازم حدا يعرفها، ليش هذا التشدد؟ لا يعني هذا عند الفريق المتشدد الرافض للحوار. من المتشدد اليوم؟ الرئيس الذي يرفض انتخاب رئيس، أو الفريق الذي يرفض إجراء الرافض الحوار؟ الرافض حكما الفريق اللي رافض الحوار مثل ما قال سيمون. ليش انتخاب فريق الرئيس بده طريق يعني لا. مجبور يقطع بالحوار؟ لا، لأنه ظرف استثنائي، وضع أثبت طبعا نحن بتركيبة المجلس الحالية الواضح
انه ما في امكانيه لنوصل انتخاب رئيس دون هذا التفاهم المطلوب ودون هذا التشاور المطلوب، لانه 12 جلسه ما قدرنا ننتج رئاسه جمهوريه، فهذا بيتطلب كل جلسه بدوره واحده بس حتى لو تتذكر. بده يكون 20 دوره هي زيتها. يعني واضح هي راح تكون نتيجه ذاتها. انا شو يعني هي راح تكون نتيجه ذاتها، ما تغير شيء بعد اذا بقي كل فريق على ما هو عليه لنصل الى نتيجه. فالمطلوب عن مخرج، مطلوب عن آلية للتفاهم، ما عم نقول نتفق على رئيس. حتى اللي مطروح اليوم بكل مسار اللي عم يصير سواء مع زيارة لودريان أو قبل أو بعد، كله عم يرجع بيصب بذات المسار، كله عم يرجع للأساس اللي طرحه الرئيس بري، للمبادرة اللي طرحها اليوم. هذا المطروح شو هو المطروح؟ بالتشاور شو المطروح؟ إنه يصير في تفاهم إما على شخص أو على قائمة والذهاب إلى جلسة. شو يعني شو كنا وفرنا وقت؟ أدا كنا وفرنا وقت؟ أدا كنا وفرنا من هدر الإمكانيات على البلد؟ كنا وصلنا لنتيجة وحكمة كنا وصلنا. كل اللي عم ينطرح اليوم عم يرجعوا للأساس اللي طرحه الرئيس بري، مبادراته المتعددة. شو سيمو؟ أنا كنت عم أقول دكتور بعدنا عليها أنه عندما الرئيس بري اللي هو كان يشكل مفتاحه، ما عم نحكي على أطراق، عم نحكي توصيف لحلول، يرفض طلبه من قبل دكتور جعجع اللي كان على علاقة يعني جيدة، إنه علاقة تفاعل طبيعية، معناتها في نقطة خلاف. نقطة الخلاف هو تمسك رئيسنا بمرشح والانطلاق بالحوار من هذه النقطة. يعني خلينا نوصل حتى الرئيس بهذا الموضوع ما قال بدنا نروح على حوار، أو بدنا نروح على الحوار وبالنهاية بدنا نروح على انتخابات شخص معين محدد. قال بنروح لنتفاهم على مواصفات، هذه المواصفات قد تنطبق، بنروح بدون شروط اساسا على التشاور والحوار، سمي اللي بدك اياه، التواصل بدون شروط. كل فريق فيه يروح بالافكار اللي عنده برؤيته بموقفه على طاوله التشاور. ما انا نبقى نسمي الكريات التشاور لانه صار في يبدو تفاهم على انه تسمى التشاور، بس بعدنا مختلفين من يرأس. من يرأس هذه محسومه، ما بدي انا الحوار يعني والحوار ما شو انا الحوار، هذه في اصول الاله. فقال بهذا الموضوع انه بالنهايه قد نذهب بشخص تنطبق عليه المواصفات، وهي المواصفات قد تنطبق على اكثر من شخصيه، ومنروح نحن على الانتخابات وصندوق الاقتراع هي الفاصل بيننا بكون من ضمن من تم التفاهم عليه. ليه؟ مش لانه متمسك من حقه، وهو في من حقه بعده. الفريق الثاني عم بيقول كمان انه لحد الان هو عنده مرشح، هو مرشحه اليوم مين؟ هو نتيجه التقاطع، مرشح التقاطع جاد ازهر لحد هلا، يعني مع العلم انه هذا كلام في كلام يعني بعد لليوم. ايه بس هذا يعني الفريق دكتور، هذا الفريق يعني عم بيقول انه هو مع الحوار، كلنا عم نقول انه نحن يعني ما حدا في يقول مش مع الحوار، مش عم يعني عم نحكي، لا عم نحكي بالواقع. عندما يكون في رفض لهذا الحوار، اولا هذا الفريق عنده مرشح دفاعي، يعني كان في مرشح هو السيس نمان فرنجي اللي احد الاربعه اللي تم اختياره من بكيرك بتفاهم عليهم بكيرك، وهذا خطأ كنسي بطيارك أنه يتم فرز العالم. هي أول نقطة. إلا هو الزلم اعتبر أنه أعطيوه هن امتياز أنه يكون هو مرشح. هي نقطة هذه مشكلتهم هن عم بعينوها وعم بعينوا البلد من وراها. هي أول نقطة. بس أنا بوقف عند نقطة أنه أنا وغيري وكثير ناس عم بعرضها، لأنه يعني بحكم موقعك بالكتلة وخربك من الرئيس بري، في نقطة هون جوهرية. ليش سمير جعجع رافض الحوار؟ بس لأنه بده هو يروح على الحوار بشرط، بده يحذف اسم سليمان فرنجي، وهذا شرط كسار. ما في هو رايح يعمل معه جهاد أزعور؟ ما بعرف. لا مش رايح معه جهاد أزعور. ما في يروح، في يحمل اللي بده إياه. امبارح لوديون قال نقطة مهمة. في يحمل اللي بده إياه. قال لوديون أنا مع انه رئيس بري، انه او قابل هو لوديون انه رئيس بري يترأس الحوار، على اساس انه بده يحكي فيها مع دكتور جعجع. انا ما عرف شو صار، الا انه امبارح قال نقطه انه الاسمين ما عادوا موجودين على الحلبة. بس اكد هذا عند الرئيس بري ما انطرح الموضوع. بس هو لا ما انطرح، خلص فتنا يعني بالخيار الثاني. بس ما سمح، حكي بالاعتدال. ما بعرف ما ايه عم اقول لك ما بعرف انا، ما تواصلنا معهم، بس عندنا ما صار هذا الكلام نهائيا مع الرئيس بري. حكي ولا بالاسماء ولا قارب الاسماء. لا هو قال انه جهاد، هو حكي بالعمله باللقاء العمل مع الاعتدال والنواب اخرين، قال استاذ جهاد أزعور وصل للسقف، ما بقى في يجيب اكثر، وكذلك استاذ نمان فرنجي وصل للسقف. طب كيف هذا اللي قاله؟ قال البلد قدام، حيصير البلد بعدين
يعني واقع جغرافي عاطل، مع انه البلد هو حلبة اقليميه دوليه هي اللي معطله الانتخابات، الا انه قال هو مع الحوار بوجود يعني قال انا بقبل او لازم يكون رئيس بري، يعني بهذا المنطلق هو النقطه، لانه عم يعتبروا انه الحوار اللي عم يحكي عليه رئيس بري هن رح يروحوا من باب اولا قايلين انه بنبلش من الصفر، رئيس بري رح يقول انه بمفهومهم هن انه انا عندنا مرشح سنه فرنجيه هاتوا تنتفهم عليه ليش ما بدكم اياه، عنده انا الضمانه وعنده هالمميزات، يعني عم نحكي معلومات. طب هون اذا انت بدك تكون بكتله الرئيس نبيه بري مفترض، طب اذا هالفريق خيفان او عم بعطل او قلق، انا عم بتهمه بالسلبيه، طب انت بدك تبادر، يعني الرئيس بري معروف انه عنده هامش واسع من طرح الحلول، طب شو الحل الممكن ينتج؟ لازم يطلع بصيغه جديده الرئيس بري انه يأمن مرحله تهيئيه او تحضيريه لانتخاب رئيس، لازم خلص يوقف كلام الحوار. لا ما في توقف كلام الحوار، ما دامنا اذا كل الفرقاء راح يقبلوا بمنطق هذا الحوار ويروحوا لهذا الحوار بدون لا كفوف ولا شروط الطاولة، تنبحث كل الآراء وكل فريق بده يطرح شو عنده وشو هواجسه وشو الأفكار اللي بده يطرحها وشو رأيته لرئيس الجمهورية وشو عنده مرشحين ويتمسك مرشحهم بحقه، وآخر شيء هذا اللقاء اللي بده ينتهي بجلسة انتخابية، بده ينتخب جلسة انتخابية. حتى الخماسية ولودريون اللي طرحه الرئيس الخماسية بالبيان الأخير، ولودريون بارح دائما يكرر مثل ما قال السيسي حكي عن الخيار الثالث، يعني مع احترامنا وتقديرنا عظيم فادي، مع احترامنا وتقديرنا للودريون والخماسية والسبعية و15 و25 هذا قرارنا، هي إرادتنا، إذا توافقنا ما حدا بيقول. طب شو قال الرئيس بري الرئيس بري للودريون بخصوص الخيار الثالث؟ ما انطرح الموضوع معه على الإطلاق، انطرح موضوع التشاور أو الحوار، قال له أنتم عنكم يمكن مفردي وحدي، نحن لغتنا واسعة، اختار اللي بدك إيه، تشاور تواصل حوار اللي بدك إيه، وكله بنفس النتيجة، وهذا الموضوع. وكان موضوع رئاسة الجمهورية هو الطاغي على اللقاء، ما في شيء غيره، وما انطرح أبدا موضوع لا خيار تاني وتالت ولا اسم ولا تاني ولا تالت. طيب كمان في معلومات صحح لي، يعني قريناها ببعض عند بعض الزملاء، انه حتى الأدريون طلب من المرشح سامي الفرنجيني ان يسحب ترشيحه، والمعلومه الثانيه بتضيف انه الرئيس سامي الفرنجيني عرض انه تروح على انتخابات مباشره من الشعب. قيل هذا الكلام حول الانتخابات أوكي. من الشعب، عندك هذا معلومات انه الأدريون وطني بامتياز، طلب من سامي الفرنجيني الانسحاب من معركة الترشح. ما نقال قد ما ينومي لقلنا ولما سمعنا هذا الكلام، يعني كلا يوم الأحد يعني كان موقف سليمان الفرنجي أكثر وضوح على العلن يعني وعلى الملأ، وهو دعا بالآخر كل المعنيين مارونيا لنقول كقياديين أنه ينزل على معركة الانتخابية سوا، خصوصا مثل ما يقول سيمون أنه من فترة لقاء وترشيح بكركي للقاده الموارنه، يعني صاروا كلهم طيب. بارزين وجاهزين لل ما سبق خيال يعني بالنتيجه سبق خيال، يعني اذا نزلوا كلهم يعني مين اقوى مين بيوصل. هي في معادله، المعادله اليوم عم بتقول انه في مرشح، صار في كثير قناعه انه من يريد يعني البقاء على هذا ستاتيكو هو حزب الله، لانه يربط الواقع، وان كان امبارح بلغ لودريون أو أول مش مرتبطة إنه مبلغ لديه إنه في فصل بين الملفين، كذلك مثل ما حكي الأستاذ وليد جنبلاط إنه هولشتين قال له إنه فصله بين الحرب بغزة وبين موضوع الملف اللبناني، لأنه ملف المنطقة طويل، إلا أنه حزب الله اليوم هو بعضه يعني متمسك بإسلام الفرنجي، أو من زاوية تانية مربوطة بإسلام الفرنجي، أو هو معطل الانتخابات الرئاسية لأنه بده مقايد بهذا الملف. الرئيس بري عم بيروح نحو اتجاه انه يقول ربما بالوقت انه فينا نستهلك الهدوء انه بموضوع الحوار. فاذا النقطه الاساسيه هي هل مسموح اليوم انتخاب رئيس الجمهورية او لا، هذا السؤال بدنا نحن نفوت فيه. هل انه اليوم القوى السياسيه اللي عندها التزامات خارجيه، وشفنا وقت ترسيم الحدود كيف باللحظه التفاهم امريكي ايراني
صار في ترسيم حدود بحرية، هل اليوم من عطى الضوء الأخضر لمحور الممانعة بالتسهيل تعم يكون في هذا التعقيد؟ ما بعتقد بهالتوصيف يعني اللي منا ناخده ونوسع فيه، مدام أقل فريقنا قال إنه موضوع رئيس الجمهورية منفصل عنا عن أي ملف آخر، لا حتى بملف جنوب ما يحصل في جنوب اليوم منحرب على جنوب ولا على لبنان أو بغزة، وإذا قدرنا نتفهم رئيس الجمهورية بكرة بكرة يعني جاهزي. يعني في حال تم التوافق على سليمان فرنجية يتراجع حزب الله عن الربط بين ما يحدث في الجنوب وغزة، بيعمل انتخابات من عشية هلا لا أبدا ما بي... ما له على منو ما يعني مرتبط يعني مرتبط التنمية والتحرير تعارض الربط الذي يقوم به حزب لا لا منو مرتبط منو مرتبط منو مرتبط يعني اذا تم الانتخاب موضوع رئاسة الجمهورية مفصل وهذا الكلام اللي افهم اذا عم بفهم صح حزب الله يقول ما حدا يجيب سيرة السياسي ولا يقارب بموضوع الانتخابات قبل ما تتوقف غزة قبل ما تتوقف الحرب الجنوبية. لا كلام غير هيك لا ابدا لا لا ما له علاقة رئيس الجمهورية باللي عم يصير لا بغزة ولا بجنوب. أنا أنت كيف كنت فهمها؟ يصير في توافق بكرة على الانتخابات، يصير في توافق على الانتخابات على سليمان فرنجية، مش ضروري على سليمان فرنجية، خي توافق عم بقول لك توافق أنا شو بده يصير أو يصير انتخابات بعد التشاور المطلوب إنه يصير يصير في انتخابات رئيس الجمهورية بمعزل عن اللي بيصير عم يصير بجنوب أو غزة. ها هي الحياة. حزب الله اليوم هو يعني عم يلعب هذا الدور أو يتولى هذا الدور بتعطيل موضوع رئاسة الجمهورية ملف رئاسة الجمهورية حتى يعرف وين رايحة المنطقة. المنطقة اليوم قدام تحولات بإيران في فراغ قيادي لقيادي كانت هي تدير العمليات الأمنية والعسكرية والدوزن عملية الجنوب وتترعى المفاوضات بغزة هي القيادة اللي كان فيها الرئيس الإيراني اللي قتل مع فريق عمله. فأصلاً هذه العملية اليوم بحالة فراغ من هون كمان فتنا بفراغ دايم أكثر بعد ما كانت الخماسية رسمت معالم متقدمة. هذه النقطة ما فيك تفصلها أبداً إنه تيطلع الإيراني اليوم على لبنان يقول لهم حلوا موضوع رئيس الجمهورية بظل عدم وضوح مصير حزب الله بالمنطقة. يعني الإيراني اليوم قايل لهم لحزب الله أكثر من هيك ما بتعملوا، مدوزن العمليات، خليكم مهجرين أهالي شمال إسرائيل. طبعا عاملين ضغط على القياده الاسرائيليه بالداخل، كمان بالمقابل لبنان اكل نصيبه الجنوب وفي ناس عم تدفع ثمن وفي دمار، الا انه بالنتيجه الايراني شو عم يعمل؟ عم ببيع نفط بالسوق الدوليه، صار بيع ب 30 مليار دولار نفط رغم العقوبات عليه لانه مدوزن العمليات باليمن وبالعراق وبالجنوب. الملف الرئاسي جزء من صفقه ايرانيه امريكيه طبعا بموافقة سعودية. أنا ما بدي أروح أبعد من هيك، هيدي هي مثل ما هي. نهار بيكون في رغبة إيرانية إنه نصل لبنان على المنطقة ساعتها بيوقف حرب الجنوب. حرب الجنوب هي إشعال إيران للجنوب اللبناني، وضع لبنان بالمواجهة لا تأخذ ثمن، هي بتأخذ ثمن. هون نحن شبابنا بموتوا وأهل الجنوب بيتدمروا. هون بدي أقول كلام دكتور موجود يمكن ينفع هالكلام، رئيس بلدي بقول ستقيل كذا مرة، أنا عم بقول انه انا 35 سنه اكل حكي وكلام ويتهموني بالملفات وما رح نحكي اكثر عن العالم كله لصالح الجنوب. انا والجنوب اليوم راح الجنوب لا راح لاي هدف، الهدف انه مشغله مشغله نص الشيء عم بدنيها. طيب اذا رد على سيمو ابو فاضل لا هذا يعني حزب الله والرئيس نبيه بري يقفان وراء معارضه المعارضة على مبدأ الحوار كي لا نذهب إلى انتخابات رئاسية في هذا الظرف بانتظار الصفقة التي يتحدث أبدا ما على يعني مع احترامنا وتقديرنا لا هذا رأي هلا إيه دائما لا 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 أبدا أبدا موضوع رئيس الجمهورية موضوع رئيس الجمهورية موضوع مفصل ما له علاقة ولا له أي ارتباط بما يجري لا في بالجنوب ولا في غزة. فليكن الحوار غدا وليكن التفاهم والاتفاق والذهاب الى الانتخابات وشوف بيصير رئيس جمهوري او لا. لا ابدا ما هم مرتبطين. طيب. وبعدين تحليل سيمون هذا تحليل برايه بتعرف اليوم الاراء متنوعه وفي طبعا ربط لبعض الامور بهون وهونيك ودائما بنحمل الايراني وهو اللي رابط كل الامور. لا شك في محور في جهه داعمه لحركات المقاومة على مستوى المنطقة ما حدا بينكر أبداً هذا الأمر،
ولكن طبعا في رؤية داخلية وفي حركة داخلية لكل منطقة على حدة وفق مصلحتها ووفق رؤيتها ووفق حركة الميدان بتتحرك. حكمنا اليوم وضع جنوب أنه عم يدفع الثمن مش جديد، الرئيس بري رئيس حركة مقاومة قبل الموقع الرسمي، هذا أمر ما في تتخلى عنه، وهو من القيادات المشهود لها على المستوى الوطني والمستوى السياسي بهذا الموقع، وهو اللي دفع بحركته شهداء على مستوى مواجهة المشروع وأول المعركة أول هذه الحرب على جنوبه وعلى لبنان. قال سنكون في المواجهة والطلعيين في هذه المواجهة مع العدو، سأطلوا شهداء وآخر الشهيد كان هو لأنه رئيس بلدي شريك وعنده هذا الهامش، وهو يقول أنه أنا بيا وإما للمقاومة وأنا عميل طبيعي له حق وحكي هالكلام، يعني طب كيف يعني له حق؟ ولو انا ولا عم اقوله يعني منطلق من هذا الواقع انه ايه نبيه بري كرئيس حركه امل قبل ما نحكي اسمه نواب مظبوط هو له دور من هذا الموقع عم بقول ما يحصل حاليا نحن هذا مش لنا يعني مش معركتنا. طب كيف يعني ما عم ننكر دوره كمقاوم شو كهو شو عنده حضور حتى هو انا عم بحكي معلومات رئيس بري سمعوه دبلوماسيين عم بقول انا مع حزب الله وهودي اهلنا وما رح نتركهم الا انه ايه هذه الحرب حصلت ووقعت وعلينا اليوم انتظار نهايتها. طب كيف لكن بهذا الظرف منك هو ليس في منحة يعني ربط انه القيام يعني تسليم بما يعمل يخدم على حزب الله، بس لانه في دم في شهداء وفي مطعم تدمر ولاد الارض لحظه ولاد الارض مسلم فيها، بس عم نقول اليوم الهامش اللبناني اليوم بعد ما شفناه. انا شفت الهامش اللبناني عند رئيس بري وما عم بيحكي اطراء ولا مغادره ولا في هامش لبناني عند رئيس بري شفته وقت اللي كان فيه يعني يقظه وقت اللي رفض انتخاب ميشيل عون. طب كيف عندما قال انا لا امشي بميشيل عون اكثر من اعتبار ما بدنا نرجع لورا انه نعم هلا خلينا لا 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 ما بدي ارجع انا بدي ارجع لورا انه شايفه اليوم انا عم بطلع انا كمراقب اسمي سيمو ابو فاضل عم اقول خير رئيس بري اللي كان يعمل حلول وين هو اليوم؟ ليش اليوم اخذ قاعد بموقع متمترس فيه في هذا المحور مبين هو فريق دفع سمير جعجع واخرين يقولوا له نحن ما بدنا نتحاور معك بهذا الموضوع بوقت بس يكون في تفاهمات النواب الذهبيين عند التيار الوطني الحر وعند القوات اللبنانيه بيعملوا مثل وقت مثلا التمديد للعماد جوزيف عون او وقت بالتحضير لموضوع هذه التوصيه انه بمعنى في مسؤوليه انا عم اقولها على الرئيس نبيه بري يعمل هو الخلق. سمير جعجع له حق يقول ما بدي احاول انا اليوم بهذا الموضوع ما بدي احاول. بتقول لي شو برتب على البلد؟ انا بقول لك البلد اليوم اكلينا العالم بالودائع بالهجره، بدائع عم يكلوا لهم اياهم بالهجره بالاقتصاد بالتربيه كلهم سوا مسؤولين ما رح اجي فرق تقول حدا عن حدا، بس النظرة دائما عم بتكون للشخص اللي كان هو محوري. طب شو ممكن لازم طب ضمنا اخر مره بقولها هي انا بتطلع انه على رئيس بري يعمل خلق بهذا الموضوع. سمير جعجع ما بده خي تروح مع حدا تاني غير سمير جعجع يحكي معه، يحكي مع سامي جميل عنده 4 نواب سامي، هل في سامي يقول انا بمشي فيها وقت سامي جعجع؟ هلا كل المعارف في 31 ما بيقدر اوكي ما بيقدر ضد المبدا. فاذا بدهم يلاقوا حل، الحل هو عند الرئيس بري، الحل عند الرئيس بري، هذا الحل عند الرئيس بري، بدهم يتخلوا كلهم عن مرشحينهم. يعني لو كان هناك نيه او قبولا للذهاب الى انتخابات نيابيه اليوم كان الرئيس بري خلق حلا معين، وبس يكون في مخرج رح يكون نبيه بري هو الحل. ذكر كلامي وقت ميشيل سليمان لقى له الحل هو وبعده مخارج. اليوم في ظروف اقليميه مانعه انتخاب رئيس، كل القوى ما فيها تقدم على حدا بانتظار انه تشوف التقارب الاقليمي. اليوم ما نضجه انتخاب رئيس، بس ينضج رئيس كلهم بقدموا على بعضهم وكل المواقف القائمه حاليا تسقط وبتم التفاهم. ميشيل عون تم انتخابه بتفاهم مسبق بين القوات والتيار ومسبق مع المستقبل ترجموها بمجلس النواب. كذلك الأمر التفاهم اللي صار على ميشيل سليمان تم ترجمته قبل على دم أبناء بيروت ومن ثم انتخبوا مجلس النواب. بالدوحة اتفقوا على رئيس الجمهورية أخذت الحكومة 5 أشهر.
اتفقوا على بين سعد الحريري وميشيل عون على رئيس الجمهورية والقوات، اختلفوا على الحكومة، انه هيدا المخرج اللي عم ينعمل اليوم استفادي انه بنروح على جولتين بعدين نرجع بنعمل جولات مفتوحة، هيدا استهلاك وقت. بلبنان للأسف، مع احترامي للدكتور، مع احترامي لكل النواب وتقديري لقالهم حقهم يقولوا بدهم يعملوا عملية دستورية سليمة، انه اليوم اذا راحوا على الجولات اللي عم ينحكى عنها وراحوا انتخبوا رئيس بسبعين صوت بتركب حكومة بالبلد، خاصة إذا الثنائي الشيعي مكان موجود، أو بالعكس هلا هو الأساس بالتكتب، بس مش من الطائفة، ما عم نحكي نوقف على خاطر عم نحكي وقائع. البلد بده تفاهم بنخرج. أنا عم أقولها كمراقب، أنا عيب أقول هيك، أنا لازم أحكي بالدستور وبالقانون. آخر شيء البلد بده تفاهم كامل، هذا تفاهم إيراني أمريكي بموافقة سعودية قطرية مصرية فرنسية، هذا هو المخرج. بلا ما ضيع ريحك. لا مش انه بالنهاية في مسؤولية على رئيس نبيه بري، مسؤولية الرئيس بري وجد المسار الحل، وقال لو رجعنا من العلي انه عم نرجع للأول، صرنا سنتين يمكن اخر جلسة رح يصير لسنة. لا بعد بعد اي متى اخر 14 شهر. طيب اخر جلسه بحزيران 14 حزيران، يعني رح يصير لها سنه اخر جلسه. منيح اوكي، حتى بكير. لو كانت ما حدا حاسس بالوجع ابدا، لو كل جمعه وكل يوم بدون ما توصل لتفاهم ما رح تنتج رئيس بدون هذا التفاهم. خلاص توازنات المجلس صارت واضحه، يعني ما بتنتج، والواقع الانقسام اللي عم نعيشه ما بينتج رئيس جمهوريه. بدك تفاهم على رئيس الجمهوريه، ورسم الرئيس بري قلنا وحدد مبادرته بسبعة أيام كحد أقصى سبعة أيام، مبادرته بواحد وثلاثين آب، ولو كانوا استجابوا طيب عال كروحوا كنتوا جربوا سبعة أيام حد أقصى، وقال ممكن يعني مش رح نوصل. طيب انتهي بيومين وهلأ اليوم خلينا نقول كل الكلام كل المحاولات اللي عم تصير من الخارج من أكتر من مش بس المبادرة، صحيح المبادرة ورطة الخماسية وصارت كمان مبادرات أحادية، لودريون لوحده، القطر اشتغل كمان لوحده عم يحاول، هلأ في زيارات وكان في زيارات وبعد بدها تتابع هذه الزيارات وفي محاولات. بس بالنهاية نحن بالنهاية لما نلتقي نحن ما نلتقي، لبناني بدون نلتقوا كان اللي قاله سيمون بال2016 آخر، لو ما كان في تفاهم بين بعض الأفريقاء بعضهم وصلنا لإنتاج رئيس جمهورية بال2016 مع إشارات وتفاهمات خارجية، هذا الأمر كمان حصل مش بدون تفاهمات خارجية. سيمون يؤخذ على المعارضة أنه ما زالت مصرة على اسم جهاد أزهر، ليه في غير أسماء؟ لا عم بقولوه هلأ عنين المعارضين أنه عند يعني في طروحات حرام أخرى. هلأ الزلمة مرتب وإلى يعني جهاد مع احترامنا له ومنحبه عم يحكوا أنه هلأ عنين أنه هلأ عارفين ما بقى في جلسة، ما راح يندعى الى جلسات، بقولوا هذا بعده مرشحنا اليوم. خليني اقول لك شغله، في اسماء، خليني اقول لك شغله، انا اذا بدي اقول انا مش جاي اعطي رايي الشخصي، انا بنحكي وقائع ومعطيات. اليوم قلت لك يا انا اؤيد الحوار، انا كمواطن طيب ناس جعانه، لا مش طيب مش عم بضيك، يعني الناس بدها محروق دينا اكتطاع عم تهاجر، بدك تقيلها تعطيها جمعه، هيدي عم اقول انا. بس في نقطه اساسيه كمان استفادي بطلع انا كمان هلا اني ان اليوم عندهم استاذ فرنجيه حليفهم صديقهم مرشحهم متمسكين فيه. لوديون قال امبارح انه الاسماء هودي انتهوا، يعني ما بقى عندهم هامش، ما بقى في امكانيه يجيبوا اصوات. قبل ما نعرف مين في خيارات، اقل شيء قواعد اللعبه تقتضي انه هودي القوى اللي التقت عده مرات، التقت وقت اتفاق مع الرب، والتقيت امبارح يعني وقت انتخابات الرئاسية، والتقوا بعدة محلات جانبية. أقل شيء مفترض يقولوا في مرشح يتفهموا عليه، وهذا مش عم نحكيها بعفوية ثنائية، إنه بده يأمنوا كمان المسيحيين اللي هن أم الصبي، بده يأمنوا مرشح يقولوا في مرشح أو اثنين. أولاً بطمنوا المسيحيين، بس شو فرق إذا قالوا أو لا؟ لا لا، خلقلك شو ممنوع تروح على انتخابات رئاسية، مع الطائف خيي، هو مع الطائف أوكي، هودي مع عربة لبنان، هودي بيعرف أنه بجنوب في وجع، بس مش بتسليم المقاومة اليوم اللي أخذت البلد نحو هذا المصير. أنه بنفهم أنه إذا فيها واجه الشيعية نتفهمها، إذا فيها واجه الدرزية نتفهمها، يعني قوة مسيحية. ويقولوا للثنائي الشيعي طيب أنه أنتم عندكم سليمان الفرنجية، نحن عنا من يطمئنكم، لأنه بينت اليوم كلام كل شعارات المقاومة بين التدميرية للبلد، يعني شفنا وين صار البلد. فإذا فلنكن نأتي على رئيس الجمهورية
بمواصفات للبدء الانقاذي وكل يوم فيك تعمل شعار، ويقولوا القوى المسيحية اللي هي تقاطعت إنه عندنا هذا الاسم، ربما هذا القسم القسم يمكن تلقطه الخماسية، يمكن يفرض أمر واقع كمان، ما فيهم يضمون قاعدين بحال الدفاع إنه عندنا جهاد أزعور. وبتسمع نواب بالتيار الوطني، من يومين كنت بمقابلة كان في أحد نواب التيار الوطني الحر، إنه خلص جهاد أزعور صار ورانا، يعني إنه هن عارفين إنه القصة انتهت. طيب فإذا شو البدائل؟ إنه بدهم يأمنوا كمان الفريق. طيب. المقابل بده يكون عنده خيار، ما في يكون إنه عم يلعب هو لعب الدفاع دائما، بده يبادروا. يعني سمير جعجع بده يعمل دينامية يأمن اسم، جبران بيصير بده يعمل هيدا مبادرة، مش كل ما طلع اسم بدي أحرقه، يعني بده يروحوا على تحرك الشباب تبع كيف يأمن. بس هذا التحرك شو ما كان رح يصدم بيا حوار، خلينا نشوف، خلينا هن يزبطوا شيء جديد. ما عم نحكي تسناي، ما مش عم نلعب ورق. طيب فينا اخذ بريك نرجع من كافي، بس فينا مرة شغلة انه حكى سيمون انه المقاومة عم تاخذ جنوب. خلينا نوقف عند امر اساسي بموضوع جنوب. جنوب صحيح انه كان في فترة هدوء الى حد ما، لكن بعد جزء من ارضه محتلة، ما صار صراع مع هذا العدو مفتوح، ما توقف ولا لحظة. يمكن كان مفترض انه تتابع عملية المقاومة قبل، مش من هلأ كمان، الظروف سمحت بهذه اللحظة ابدا، لانه في جزء من ارضنا محتل، صراعنا مفتوح، يعني مش جديد. طيب بريك قصير وانا اقعد متابعة بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيوفي النائب قاسم هاشم والصحافي سيمون أبي فاضل. أستاذ قاسم، حملة تبرعات لشراء مسيرات وصواريخ لحزب الله مسيرة ميسرة. ليه؟ وين خلصوا هال100,000؟ خلصوا الصواريخ الذي قال حزب الله أنها أننا لم نستخدم بعد زيادة قوتنا الضاربة؟ يعني أنتوا بدهم في عندك عدو، ما عم نشهد تنعمر الجنوب. امبارح يعني دفعت الحكومة، ما في مشكلة، والرئيس نبيه قري عم يعمل حملة مع الباقي الدولي تيعمر الجنوب. أنا رديت هذا الموضوع بموضوع هذا، هذه مقاومة زيادة الخير خير. لو كان نقص عندها صاروخ زيادة 10 عائر ممتاز، بس بدنا نطعم الناس، بدنا نعمر. ما طبعا بتطعم الناس، ومفترض يطعم الناس. شو صواريخ؟ لا بتاكل اكل وحق على الناس، هذا جنوب واهل جنوب. طيب. على الحدود بالذات هن بوجودهم، صحيح اليوم في ضريبه عم تندفع، بس مش جديده، من 76 سنه اولاد جنوب خلصوا بالمناطق المحتله، خلصوا يا سيمو من شبعة والفرشوبة والعرقوب، وصولا لكل البركان والخيام وبنت جبال، وصول لرماش وعن قبله وغيره للنقورة، هو عم يدفعوا ضريبة، عم يدفعوا ضريبة وجودهم على هذه الحدود من 76 سنة، مش جديد، مش لحظة، مش أول مرة. طب هلا مرات ومرات ومرات، وحقهم على دولتهم، هذا حقهم، احنا حقهم، هذا الصراع مفتوح، أنت مع عدو، أنت مش مع إشكالية. طب من أخذ قرار مشكل يعني. من أخذ قرار الحرب يا دكتور؟ قرار حضرتك عم تقول إنه المواجهة، الرئيس بري إنه في طليعة المواجهة، لكن هاي بدأ قرار بمجلس الوزراء، بدأ تلتين. نحن ما شو يعني شو هذه لما بتكون بحروب طبيعية نظامية؟ وين كانت الحرب قبل 7 أكتوبر؟ هذه حرب مقاومة. وين كانت الحرب قبل 7 أكتوبر؟ ما حصل هلا، نحن بحالة مقاومة، مش ببلد عم نعيش واقع مستقيم، الأمور بتصير وفق آليات طبيعية، أنت فاتح جبهة لمقاومة، مش بدولة عم تخوض حرب على مستوى الجيوش النظامية لحتى تأخذ قرار الحرب والسلم. ولا ليش أمتى أخذت الدولة قرار المواجهة مع هذا العدو بين احتلاله؟ لا لبيروت ولا لجنوب ولا حررت، لا بالألفان ولا قبل الألفان حررت الدولة كدولة، بس كانت مساندة للمقاومة. لا خلينا، كانت مساندة للمقاومة واضح من خلال بيانات الوزارية، بس اليوم معترفة ومقرة. ما هي المقاومة هي اللي قالت إنه هذه لمساندة قطاع غزة وليس الأرض اللبنانية. طيب يعني هذا اليوم نحن كان لبنان في موقع، يعني بعد 2019 موقع معيشي اقتصادي مالي انهيار، بلشوا المستثمرين يجوا شوي وشوي على هذا البلد، شوي صار عندنا 7 اكتوبر عاد الانهيار فتم. يعني يا لا في امبارح وزير السياحه بيقول الاستقرار، اذا كان في من وين كيف بنحمي
هؤلاء المستثمرين إذا ما من إذا يعني كان الوضع الأمني بالبلد ما بيساعد بنصير نرحبهم كيف ما كان. صح هلا بالله هذا نقطة ملفتة. ها في نقطة قبل بس بموضوع غزة صارت المعركة وين اليوم؟ صارت المعركة إنه وين عملتها حماس ولا حطت فيها الشعب الفلسطيني بتم التنين اللي اسمه نتنياهو، صارت اليوم بدها تحولها باتجاه مصر، مصر متآمرة بتظاهروا قدام المصريين يعني بالسفارة المصرية أو بيعملوا حملات من الداخل بلبنان إنه على السلطة على الجمهورية جمهورية مصر، بمعنى ولا مرة الممانعة تريد أن تتحمل المسؤولية، دائما بدها تحطها على الآخرين بمعنى إنه هي منا مسؤولة، ما حصل اليوم لبنان مش لازم يتحمل مسؤوليته، هي أول نقطة وبدون تردد. السبب بدي أقول لك شغلة هلا حكيتني عن الوضع عن المستثمرين. هذا بلد بده رئيس جمهورية، بده حكومة، بده استقرار، بده انتعاش، بده رد البدايع للناس. اليوم في كم مصرف عم بيحكوا عنهم إنه وضع جيد، في مصارف عندها مشكلة، يعني في هلا بنحكي بموضوع البدايع، بموضوع اللي حكيته عن المستثمرين هذيك اليوم إحدى المؤسسات انه جرد حدا انتقد احد المستثمرين الخليجيين بلبنان. يا اخي طيب انت انتقدت مستثمر خليجي بلبنان وعنده حضور على الساحه اللبنانيه وعنده مؤسسات، طيب رئيس الحكومه وين نجيب ميقاتي؟ وزير الاقتصاد وين؟ ما بيطلع بقول المستثمرين بلبنان انه مصانين او يعمل اتصال او يجري اي اتصال باحد ما ويقول له انت يا رجل اعمال مرحب فيك بلبنان وانت اليوم تضع اموالك بلبنان هول حطيتهم تحت الخطر ومشكور. ما الودايع اللبنانيين راحوا وانسرقوا، يعني حتى في قوى مستثمر معين مساعدهم وعطيهم مساعدات على الساحه اللبنانيه وبيعطيهم اغراض وبيعطيهم هدايا لجمهورهم بغيره يمكن مغلفات الكراتين وحطوهم باسمه بوزعوهم باسمه ما طلعوا يدافعوا عنه. يعني كمان يعني اليوم في مسؤوليه لبنانيه في فوضى يعني عم نحكي عن ما بدي سمي ما في حمايات ما بدي سمي تما يعني يكون انا عم بحكي انه رجل اعمال معروف تعرض الى حمله، فاذا هذا الرجل يجب حمايته. رئيس الحكومه شو عم يعمل بالبلد؟ امبارح عم نشوف ثلاث وزراء من بريطانيا راحوا مع 150 مستثمر الى السعوديه تا يعملوا بزنس، يعني هيدي واضحه رجال اعمال بالخارج يعني عندهم استثمارات بدوله ما بتم حمايتها. بلبنان هون بيتعرض رجل هذا مستثمر خليجي محترم لحمله ما في حدا بيطلع بدافع بقول هذا تجني او غلط بحقه. طب كيف يعني هذا البلد متروك بدون اداره، ما في قضاء، ما في موضوع الودايع. طب خمس سنين لهم بيلعبوا بالعالم بالودايع، في مصارف ما راح سميها مقبوله، في مصارف بدها تاكل الودايع. طب مين بده يبت فيها هي تركين؟ حدا تارك البلد يسقط تايل يلتغي كل شيء يروح معه كل شيء؟ حدا تارك البلد مش عم نحكي بطريقه عفويه، هذا الكلام حدا بده يعمل تركيب جديد على باب هذا النظام. من هذا الواقع اذا في رغبه عم نحكي واقعيا دوليه بتبين سريعه هلا ما راح ينعمل اي مفتاح للموضوع. طب هذه النقطه استاذ دكتور قاسم هشام عم يحكي عن اشكاليه البلد في فوضى لا شك متروك. لا حضرتك عم تقول انه نحن صمام الامان لا شك هودي الناس المتروكين يعني فوضى عارمه بالمطلق على كافه ابدا المستوى. لان اليوم كيف ابدا نحن ما عم نحكي بس ودائع، عم نحكي امن كل عم نحكي امن وغير امن. شفنا عم نحكي اقتصاد شفنا شو اللي صار من فتره وان كان ممكن ياخذنا وفي اكثر من مشكل واكثر من قضيه لازم نضل نقبل بالفوضى باكثر من مستوى باكثر من ملف. لا ابدا اساس هذا الاستقرار مفترض وجود مؤسسات صحيح وجود مؤسسات فاعله. هذه المؤسسات لتكون فاعله وتكون جديه بده تكون منتظمه، ولحتى تنتظم بده يكون فيها رميه متكامله بدءا من رئاسه الجمهوريه. مثل كنا عم نقول ما تتوقع اليوم بحالة اللي عم نعيشها نحن إنه نشوف الأمور بأفضل ما يكون بحالتها الممتازة. لا بدنا نشوف الخلل بأي محل بأي ملف من الملفات، معالجات عم تكون مجتزأة ما في معالجات
نهائية لأي قضية من القضايا. إيه هذا بيحتاج للمؤسسات، هذا بيحتاج لرئاسة الجمهورية، ونحن بظرف استثنائي وفي ضرورة بهذا الظرف أكثر. أبو فاضل نحن عم ندعي، مش حدا عملوا انتخابات، ما حدا عم يدعي، ما نحن عم ندعي. روحوا اقعدوا لحتى تلاقوا مخرج، روحوا اقعدوا لتشوفوا كيف بدكم تسرعوا الخطوة. من يعطل المؤسسات اليوم دكتور هيك؟ يعني معلش أنتم مؤسسة وصمام أمان وخلافات على تعيينات، هذا الموضوع بغض النظر، يعني بغض النظر عن هذا التفاصيل، بعض التفاصيل في أكثر من ملف وأكثر من قضية من اللي عم تطرح. يعني طرح بالأول سيمون إنه من غمزة من قناة جنوب مندفع مصاري، ليه ما بدنا ندفع؟ اللي عم يصير هذا مع بعض، أنا ما حتى أعمار، لا مش أنت بس، يعني أنا ما عندي مشكلة، أنا إنه حتى بشكل عام أنا يدفع لكل العالم، لا مش بدل التبرعات، بس من حق الناس بالموضوع إن الحكومة تأمن أقل ما يمكن للناس، لأبناء جنوب اللي عم يتعرضوا كل يوم. إيه هذا حقهم أبدا بكل قراهم الجنوبية بدون استثناء، بدون استثناء، هذا أقل الواجب على يعني على طيب الدولة. كل الناس عم بيقولوا يا خي منوقف حرب، عملوا ال 1701 أو على الأقل مين اللي قال بال 1700 شو اللي عملوا؟ لا موضوع نربط الحرب بغزة، اسمح لي 1701، وين 1701؟ أول ناس اللي قال ملتزمين بالتفاصيل الدقيقة لل 1701 فريقنا والرئيس بري بالذات، نحن مع حزب الله. لا كمان من 1701 حتى بالموضوع كل التفاصيل، لا بس حتى بالموضوع يعني 1701 موضوع للأسف حلو. يعني إذا عم تقول 1701 في فريق لبناني بده يطبق 1701 علينا كلبنانيين، كيف هذا الأمر؟ وكأنه هذا الإسرائيلي استثناء، هذا العدو اللي عم يعتدي عليك بدك تستثني، كيف بدك تفهم؟ في متوجبات لبنان التزم، نحن أكثر ناس بنعرف 1901 لأنه نحن معنيين بشكل آخر نقطة على الحدود، وقضيتنا بعد ما قلتها هي مزارع الرئيس بري. وعم اقول لك المشكل هذا عند المجتمع الدولي طبعا بعد ما انتهى موضوع النقاش حول 1901، وفي نقاش حتى مع الفرقاء الدوليين ومع المعنيين ومع الوسطاء، وفي تواصل. مين قال لا؟ يعني الفرنسي امبارح لا ما قرب على الموضوع، في شيء كان عم ينشغل مع الامريكا وباكستان بالذات، بس هو رابط انه ما راح يجي ليشوف بغزه شو راح فرنسيين. مين الربابط بغزه؟ حزب الله او الامريكي؟ لا الامريكي. الامريكي. فرنسيين. لكن حزب الله يستعد اليوم ان يوقف اطلاق النار، ان يوقف الحرب؟ سؤال بس تنفهم على اي اساس، على اي اساس توقف الحرب؟ توقف الحرب بغزه وغدا بيصير في موضوع الملف بغزة. في يصير واضح أوكي. يعني مش سر هذا، هذا مش سر يعني. طيب بس بعد عندي موضوع عن الامن الداخلي، بدي بعد عندنا وقت هلا بنشوف بعد تيجاوبني المخرج قل لي شو بدك تحكي. هلا قلت شغلي، اولا بموضوع الجنوب في احزاب يعني. في ناس بدهم يسجلوا مواقف بموضوع الجنوب، بيدفعوا بيعطوا اهل العالم شهداء بعوضوا عليهم، هذا موضوع انا يعني ما بتدخل فيه. ما انا بدي يكون في عداله، يكون في عداله بكل المناطق، وهي مش متامنه مش مامنه. طب ليه معطينا ليه معطينا لضحايا المرض يا خيي؟ لحظه ما خليني كمل، خليني جنوب هو بدوش. انا عم بقول انا ما بيعنيني شو بتدفع الدوله، تامن عداله، تامن طبابه لكل الناس، هيدي واحده 100%. ما وقفت عندها طبعا بليز، هذا لانه في دم بدق وفي اطلاع في دمار. النقطه الثانيه، هلا حدا عم بيقول لي انه ليش ما بتسمي؟ انا قصدت انا بالاذن، لا مش انتم بالاذن من استاذ ميشيل، لانه بعرفه صديق مع استاذ خلف الحبون، حطيت على الشاشه. عم بقصد انا انه ما تعرض له الاستاذ خلف طيب. الحبتور يعني من تعدي، ورئيس الحكومه سكت والوزراء سكتوا، ما حدا دافع عنه، والقوى اللي هو كان يدعمها اجتماعيا سكتت عنه، لانه في ناس حاس عم بيقولوا لمين ومين. تنحكي انه مش ممكن اذا مستثمر يتعرض لحملات ما حدا يدافع عنه. النقطه الثالثه، الخطه الامنيه، الخطه الامنيه عمل تحكيني عن خطه امنيه، ما حدا بتقول الدوله ما اخذوا منا اذن، ما اخذوا اذن من الدوله تيعملوا معك، ما في من الحكومه، هي اي حكومه، ما هي الدوله يعني انه تلتين، ما هي الحكومه هيكل يعني، بس هيديك لها علاقه بقرار السلم، قرار الحرب. خليني نقطه تالت. اوكي في نقطه انه فرنسا، في نقطه الخطه الامنيه
عم يعملها وزير الداخلية. قامت عليه اعتراضات. هي محقة يمكن بلحظة معينة. يعني يمكن في تقصير من الدولة بمكان. نعم. ما تقصير من الدولة. يمكن في ثغرة معينة. بس كمان لا حدا بيقول له مرحبا، لا حدا بغطي، كل الناس ناطرة بعضها توقع. طب كيف اليوم بالبلد؟ أنا بدي أقولها بالإذن من الدولة. بس وقفوا له، وقفوا له. بس لحظة لحظة ما بهمني. اليوم بالبلد بدي أقول لك شغلة. هلا في يبدو في تمديد للعماد جوزيف عون بعد سنة. هلا بنحكي فيها بعدين بكير بعد. يبدو هو والعماد بطل عندي وقت لحظة. اليوم البلد حلقة. اليوم البلد قايم بالواقع. أنا بعرف الأجهزة بأوصوا عجان بعض ما بتعاطى فيهم يعني. لا بدي بس بعرف إنه اليوم إنه في ضباط منيح، إن كان العماد جوزيف عون، إن كان المدير أهوجي، وإن كان اللواء عثمان، والعميد خالد حمود، والعميد حسن شقير، واللواء بس بدي أسميهم كلهم. أنا مفروض فيهم. اليوم البلد بعده قائم إلى حد ما على بعض الضوابط الأمنية اللي مطلوب تكثيف دورياتها وإجراءاتها. هود اليوم ضباط ناجحين بالبلد وفي أجهزة أمنية، مش بهالطريقة يعني. هن هو قادة ومحترمين وعندهم أدوار إقليمية ومحلية، وهود الناس ما حاملين دم مثل 2005 اللي كانوا قبل 2005 تكون واضحين. اليوم بالطريقة اللي طلع فيها الحاج وفيق صفا يتصرف إنه معه ضباط، إنه هو عم يعطل الخطة الأمنية، هيدي إساءة لكل مواطن. بس نفوه معروف من بين الصورة، مش فوتوشوب. ما كنت بسفر، ما كنت بين بين حيفهمنا انه هونيك بيقول له للقاضي بقطع لك راسك، هيني ما في صورة، في مساج. بس انه نحن بنحكي بهالطريقة، هود الضباط انه حرجوا تكونوا موجودين، راحوا على اساس عم يجتمعوا معه بصورهم وبحطلهم صورهم. يعني في اساءة اليوم للأجهزة، تركوها شوي على جنب الأجهزة لأنه عم تلعب أدوار. أنا ما بتعاطى فيها، أنا لا بدي رخص سلاح ولا عندي فيما يعني عم بحكي. لا 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 عم نحكي واقع. إنما اليوم خلوا هيكل معين بالبلد، تبع كيف؟ بس إنه بهالطريقة الفاضحة بتيجي بتيجي بتقول حزب الله إذا بدها الحكومة ثلثين، منو سألين؟ لا بدها خطة أمنية ومفترض في هيبة الدولة. بدها هنا عم نحكي. طب ليش سقطوا الخطة الأمنية؟ بعدين الوضع الاقتصادي أنا بدي أسأل اللي مالوا عليها فيها عند المسيحيين هون. عم يحكي عن خلينا نحكي بس. لا لا عم تحكي عن هن عندهم مؤسساتهم. عم تحكينا عن ما بدنا نحكي هني ونحن شو قصة؟ أوكي. مؤسستهم كحركة مش عم بحكي مذهبيا. اليوم عم نحكي عن أقساط والمدارس قيمة لقيمة. اليوم إنه كمان إنه في مطلوب مساعدات الدولة، كان عندها بتساعد المدارس بتقدم تقديمات، هيك عم بحكي إنه مطلوب مساعدات للأقساط عم تطلع الصرخة. عم اليوم في كتير مدارس استخبارات عم تنظلم، أو مدارس وفي كنيسة مؤثرة كمان هي ما له علاقة فيها هو هون عم بعده. بس نحن عم نحكي إنه تقلك إنه أنا بموضوع مش عم بره الموضوع، الشعب لازم شو ما يطلع له الشعب مؤثر مع هيك يعني دولة وضع. لا 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 هذا الموضوع أنا معه بموضوع المساعدات. المعنى أنا شو بدي؟ في جهات حزبية عم تساعد، وين يمكن جماعتها من حقها مساعدات عم يقوم فيها مجلس الجنوب، إمكانياته جد متضائلة، ما بيميز بالقرى الحدودية بالناس اللي بقية من شبعة بيحكي الواحد من أي قرى، من القرى السنية والدرزية والمسيحية والشيعية كلهم ذات المستوى، كل القرى الحدودية حتى مع الناصحين من قراهم بالحدود الجنوبية. هذا لأنه جهة المعنية رسميا هو مجلس الجنوب، إمكانياته بدي أرجع للخطة الأمنية تبع وزير الداخلية اللي انعملت. نحن كل عظيم نحاول نأمن ما يمكن. يعني هل تم التعاطي مع هذه الخطة بخطأ من قبل حزب الله بالمباشرة؟ ما بعرف لا بدون يعني. كان في إجراءات بالضاحية، أنا واكبت وشفت يعني بقلب الضاحية في إجراءات بالخطة الأمنية ضمن الخطة الأمنية. هلأ في يعني قد يكون في تقصير لأنه الخطة كانت عم تتنفذ بالوقت الدولة ما عم تقوم بواجبها بالمعاينات. طيب يصير في يعني وزير الداخلية إنه وزير الداخلية ما عمل غلط يعني في واحد طبعًا. يعني يمكن عم بيقولوا مطلوب إجراءات مراعاة شوي ظروف التقصير. لا أنا في تفهم أنا عم بحكي كهيئة تعرض للوزير لا وحتى للأجهزة يعني خطأ. أنا عم بقول إنه اليوم إنه بتشوف هود الضباط تسمع عنهم. لا لا طبعًا إنه تقعد مع تسمع مع هيك تقعد مع ناس خارج مفترض يكون في مرونة صحيح مثل ما قالوا، بس الالتزام 100% والوزير لا الوزير بده هو يقع بيقوم بدوره بواجبه صحيح. يمكن ما بيتحمل كل المسؤولية لأنه في خلل ما بموضوع المعاينات، موضوع خلينا نسميها ونسموها بالعادي النافعة والمشكل والمصيبة، وحتى بالمجلس قلنا لهم إياه باللجنة الأشغال أنه طلعت هذه النافعة مش نافعة المصيبة وما أمنت شيء، وهذه بتحمل مسؤولية. ما جزء من الخطة الخلل اللي بين نتيجة عدم جدية
هذه المؤسسة وتقصيرها بالأيام بواجبها تجاه مصالح الناس. طب إذا ما في هذه واحدة منها، والباقي باقي الأمور ما هي كلها يعني كلها مرتبطة، بس باقي الأمور بالمجموعات، جماعة المخدرات وجماعة والسرقين وحركة السرقة، هو بدهم ينضبطوا. اللي عم يقوم فيه تقوم فيه الأجهزة الأمنية مشكورة على كل اللي عم تقوم فيه بهذا الموضوع، لازم نشد على ايدهم. في أوضاع مع احترام ما فيك تنقى يعني تنقى تغيب أو تقول تحكي عنهم، بس بكفي الملف اليوم الحامله القاضي طنس صخبيني موضوع التيك توك يعني كمان منه هين، وقبل منه الملف اللي كان فيه القاضي كله. ايه طبعا طبعا كل الملفات طبعا. هذا الملف شو سهل هو يعني، هذا ملف من الملفات اللي لها علاقه بقيمنا، بس بدكم تريحوا شوي قيم يا دكتور، بدكم تريحوا شوي الاجهزه، بدكم تريحوا شوي القضاء. طبعا مين عم بقول لا مفترض شو لا تنتظم الامور يعني انت، لانه ما في مؤسسات. عم نقول اساس هو بالعوده لانتظام عمل المؤسسات، ما في انتظام بعمل المؤسسات. انت حتى بالهيكليات انت عم مسؤوليه، عم تركب مسؤوليه الكل، مسؤوليه انا بالنسبه لي مسؤوليه مين عدم انتظام وعم عمل المؤسسات. من وين بنبلش؟ بنبلش من كل سوا. هذا نظام له 5 اليوم بدك رايه، اسمعني بس استفادي من ذنبه وحده. بعرف ما كمان 14 اضاك الموجودين بالسيستم باعوا واشتروا وعملوا صفقات وغضوا النظر وعملوا حالهم عم يتفرجوا. هذا نظام برايي انا يا اخي، مع احترامي وتركيبي للتركيبي وكله وكله، هذا نظام ولد ازمات. هذا نظام لما عم نقول ولد ازمات، بدك تروح بدك تطور هذا النظام. لا شو مش مع لا في انا ضد لا 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 بس انه بدك تطور بدك تطور هذا النظام، تطبقه يا خيي. كلنا نحن بنقعد بنلحن للطائف وبنتغنى بالطائف، لتطبق الطائف بالاول بحذافيره بكل متطلباته اللي بيعطي هذا الاستقرار لمؤسساته وبيريحها روح هذا النظام وليت أزمات. ما هو البديل؟ لا البديل مبدئيا انت بقى تطوره من خلال الطائف، من خلال تطبيق الدستور، من خلال تطبيق الدستور، ولاحقا يتم التفاهم اذا كان هنالك طبعا من فكره او ما، لانه عم نسمع كثير الحمد لله حدا بده فيدرالية وحدا بده أكتر وبده شوية دولتين. طعوا كلكم على يعني الدولة، طعوا كلكم على الدولة. لا أبداً في لا 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 أبداً أربع آية نحن يعني مثلاً في عدد الواحد ملفات كبيرة مثل القاضي اللي شعبي اللي شعبي بعبدة، في يعني في 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 ملفات مش هنحكي اليوم عن قضاة معينين البلد، يعني في ملفات بدها تاخذ مداها، بدك ما حدا يعرقلها، بدك تبلش تصلح. هذا ما فيك تصلح هلا النيب الموجود هلا. اوكي في شخص بالنيب عامل تمييزيه قاضي جراح جمال جراح لا مش الجراح، جمال جراح وزير سابق وزير ايه جمال حجار المدعي العام الجديد يعني، بمعنى انه في قضاة اليوم في الاستاذ خوري يعني عبود عفوا لكن ضايع فيهم، انه قصدي بالبلد اليوم ما حدا عم يقدر يشتغل لانه في هيدا فوت الاسباب ببعض. لا لا فوتك قاعد بمحل شعبان برمضان قاعد بمحل بيطلع واحد بيقول لك هيدا القاضي منيح وهيدا القاضي منيح وهيدا القاضي منيح. يا اخي البلد فيه ذخيره بعد، يعني كيف فيك تبلش من محل يعني فيه طبعا ما حدا بيقول شو بيقول لك هيدا المسؤول ضرب هيدا القاضي. بعد عندي ثلاث دقائق في كفاءات وفي قدرات بموضوع الجنوب، بموضوع الجنوب الفرنسي اخذ الحديث مثل ما بده. لا لا يلا بموضوع الجنوب الفرنسيين حكوا مع السوريين، كنت بدي اقول قبل ما يدا عندي يلا قول سلون استاذ فادي قول قول بيقوم بيقول له بيحكوا مع رئيس الاسد، رئيس الاسد ببلغوه انه فرنسيين انه بيحكوا الاسرائيليين مع الفرنسيين انه انتم حكوا مع السوريين وبلغوهم انه عندكم مستندات بتقول مزارع شبعة المنطقة العزيزة على قلبهم انه هيدي المنطقة هيدي اللبنانية ونحن يعني رح ننسحب منها، بس بدنا السوري يعني فرجوها والسوري يعترف ونلجأ الى قوات دولية. بتذكر بهيك الوقت قال السيد حسن نصر الله انه قوات دولية من بيرتاح لها، النتيجه بينحكى بانه اسد انا بعطيكم المستندات وعم بحكي معلومات انا اكيد. بعد 6 ايام بزور وفد فرنسي سوريا، اي سنه بس هيدي السنه الماضيه بهيدي بين كانون الثاني وشباط هذا الشهر بعد منه الفرنسيين بروح للاسد بقول لهم ما في مجال.
كانت العملية تقاطع بين نبيه بري والفرنسيين، يعني أنه إذا تأمنت الأوراق اللي بتقول وقت كان عم بقول رئيس بري أنه في لبنانية سبع نقاط، في سبع نقاط بدأ ترسيمه كانوا كلهم سلموا فيها، شو بيكون هم بيكون على أساس أنه يخرج الإسرائيلي من 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 مزارع الشباب، مع أنه هذا الموضوع مش كتير يعني سهل مش كتير سهل، يمكن قد يكون فخ والقوات الدولية هي تسيطر بحجم كبير. رفضوها مين؟ رفض حزب الله. ليش؟ لأنه كان في كلام أنه خلينا هلا نبقى بهذا الواقع. مشان هيك أنا عندما قلت حزب الله لا أقدم على وضع أحد يعني من أبناء الجنوب أنه هو ضحية بعفوية. خلينا بهذا الواقع، كلهم كلهم سقطوا نتيجة قرار إيراني بترك الجنوب اللبناني جبهة على تخوم إسرائيل. بعتقد أنه موضوع الإنسان إذا تأكد هذا الكلام منه دقيق أنه والله لا بده يرفضوا لما بده يكون في وقائع بالانسحاب، هي أرض لبنانية. سوريا اعترفوا برسالة بسنة 2016-2020 برسالة مندوب سوريا بالأمم المتحدة، بلغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة مكتوبة من خيل وهبي بإقرار بأنه مزارع الشبع اللبناني، نحن في وثائق موقعة بين لبنان وسوريا، وقع قاضيان، القاضي عدنان الخطيب سوري ورفيق الغزاوي اللبناني، بأنه الحدود بين لبنان وسوريا هي في منطقة مزارع الشبع هي حدود الملكية العقارية، وسوريا في أكثر من وثيقة بتأكد. طبعاً القصة هي عند الأمم المتحدة مثل ما تفضل الفرنسيين، نحن كنا بفرنسا بالأسمبلي ناسيونال وبالسنا وبالدائرة الخارجية، قالوا لا ما بتحكوا بالقانون، القانون معكم، القصة بالسياسة وعند الأمريكا. شكرا تحت الشغل عند الأمريكا. دكتور قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير، أهلا وسهلا فيك أساسي وفاضل ناشر موقع الكلمة أونلاين. مشاهدينا انتهت الحلقة، تابعونا في حلقات لاحقة، إلى اللقاء.